بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. بعد اللي حصل امبارح الذهب هيبقى ب1700 جنيه، الحق بيع ذهبك. هي ايه الحكاية بالظبط؟ هل بسرعة الحق بيع ذهبي بعد التصريح اللي حصل امبارح من رئيس الوزراء؟ وهل بالفعل الدولار هيبقى ب30 جنيه وب25 و26 زي ما بنسمع، والذهب هيوصل ل1700 جنيه؟ يعني انا كده فاتتني الفرصة وما بعتش ذهبي؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه الحكاية وايه اللي ممكن يحصل في الايام اللي جاية، وايه مدى مصداقية التصريحات دي، وايه مدى تأثيرها على الاسواق في الايام اللي جاية سواء دولار او ذهب. تعالوا مع بعض نتكلم في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في الأيام الماضية شفنا شعبة الذهب المسؤولة عن تسعير الذهب بتقول لحضرتك إن انخفاض الأسعار في الأيام القادمة غير وارد، والقادم ارتفاع وليس انخفاض، مع العلم إنه قبل وصول الدولار للسعر ده كان في تصريح عكس كده خالص سمعناه من شعبة الذهب بيقول إن السعر ده هينخفض بالتزامن مع الموافقة على مبادرة زيرو جمارك. أيام المبادرة ما تم الموافقة عليها، لأنهم أسبابهم كانت بتقول إنه المبادرة هتزود المعروض وهتخفف الطلب على الذهب، وجه الدولار بعكس كل ده ووصل للمستويات اللي احنا شايفينها دلوقتي، فبدأنا نشوف انه الموضوع بيختلف تماما والتصريحات بتختلف تماما من شعبة الذهب. الاخير ايه؟ الاخير انه الانخفاض غير وارد والارتفاع فقط هو اللي وارد. وشفنا الذهب العالمي بيرتفع بعد تثبيت اسعار الفايدة اكتر من مرة وانخفاض مؤشر الدولار بعد خروج الناس من السندات الامريكية بشكل كبير جدا جدا. الناس بدأت شوف انه السندات الامريكية مش هي الملاذ الامن، وشايفين ان المستقبل في الذهب مش الدولار، عشان كده بدأنا نشوف انه الذهب بيرتفع مش بينخفض. بعد كده بدأنا نشوف امبارح رئيس الوزراء في التصريح اللي رعب الدنيا كلها وخلى الدنيا كلها متلخبطة، لما قال انه أزمة الدولار ستنتهي قريبا وانه الدولار الى 25 جنيه، وطبعا طلعوا كل الناس يتكلموا ويقولوا انه الذهب بما انه الدولار هينخفض يبقى لازم الذهب ينخفض، لانه احنا دايما عارفين ان الدولار يعني الذهب والذهب يعني الدولار، وخصوصا الدولار في السوق الموازي. وقال انه ازمه العمله مؤقته وستنتهي قريبا. كمان قال انه لا سبيل للنهوض الاقتصاد المصري الا بالصناعه، وقام بزياره 10 مصانع في مدينه العبور في اطار الاهتمام بالصناعه. طبعا احنا سمعنا التصريح ده قبل كده، مش اول مره نسمع فيها التصريح ده، لما كان الذهب ب 2200 جنيه وكان في تصريح شبيه بده بالظبط من رئيس الوزراء لما قال ان الدولار هيكون من الماضي. انا مش هقول لحضرتك على رايي، انا هقول لحضرتك على راي الخبير الاقتصادي مدحت نافع اللي من اهم الخبراء الاقتصاديين المصريين، في تصريح له واضح وصريح امبارح وكان صريح جدا جدا مع الاعلاميه لميس الحديدي. قال ان هو ده تصريح فقط الهدف منه رعب الاسواق وغير مؤيد باي قرائن على ارض الواقع. كمان قال انه موضوع الازمه عابره، ده معناه انه هي ازمه عابره للقارات الحقيقه، مش بمعنى انه هي ازمه هتنتهي قريبا بسبب عدم التحرك بالقدر الكافي مسبقا مع ازمه الدولار. والحقيقه الشيء الوحيد اللي هو صدق عليه في التصريح هو الاهتمام بالصناعة، وشايف انه مش الاهتمام بالصناعة انه حضرتك تفتح مصانع او تمر عليها في جولة استثنائية، لان الاهتمام بالصناعة ايضا له يعني طرق او قدرات غير متوفرة منها اي شيء دلوقتي. المقومات دي كان اهمها اللي اتكلم عنه امبارح هو حل ازمة الطاقة، لانه ازاي حضرتك هتشغل مصانع والكهرباء بتتقطع ما بين الساعتين للثلاث او اربع ساعات في اليوم، يعني تقريبا نص وردية، كمان انك توفرها بنص ثمنها الحالي للمصانع فقط والشركات. وقال حكاية انه الازمة ستنتهي باللفظ كده، قال ما هي كل الازمات بتنتهي، احنا مش مختلفين في ده. ولازم تكون عارف الدكتور مدحت نافع ده من اكتر الاقتصاديين خبرة وعلم، لانه راجل صريح جدا وواضح جدا. كمان اتكلم وقال انه موضوع الوفرة الدولارية لابد له من موارد اخرى مش موجود منها حاجة دلوقتي غير مورد الصندوق النقد الدولي وبرنامج الطروحات الحكومية، وقال انه مفيش اي مؤشرات لارقام مختلفة في الايام اللي جاية، او الارقام المتوقعة لسعر الدولار في السوق الموازي الحقيقة كبيرة جدا، وانه حضرتك بتحتاج حوالي 29 مليار دولار التزامات خارجية لسداد الديون في 2024، يعني تقريبا كل شهر الشهرين المتبقيين في العام حضرتك عايز ما بين ال20 لل24 مليار دولار.
قد لما خبير اقتصادي يرد على حضرتك الرد ده تكون حضرتك كده فهمت الدولار رايح لفين والذهب رايح لفين. ال1700 جنيه دول من الماضي، حضرتك مستحيل هتشوفها. وحكايه الدولار ابو 25 و26 جنيه هو الراجل الحقيقه ما ذكرش رقم، لكن احنا بدانا نشوف ان الارقام بتتداول على ان الدولار هيتراجع تاني ل25 جنيه. حضرتك محتاج يعني رحله طويله جدا عشان خاطر نوصل للمستوى ده. مشكلة أكبر من كده بكتير، وزي ما قال قبل كده الإعلامي عمرو أديب عايزة السنوات علشان خاطر تتحل. طيب يعني ذهبي ممكن يوصل ل1700 جنيه؟ مستحيل. طيب ألحق أبيع ذهبي؟ لا خالص، حضرتك لسه ما وصلتش للنقطة الأعلى في موضوع الذهب. الذهب هيكمل كده لسه ارتفاع. موضوع الدولار محتاج لحلول جذرية. الحقيقة الاقتصاد المصري لا يملك منها أي شيء دلوقتي خالص، محتاجين لأرقام، ودلوقتي وحاليا مفيش أرقام. طيب ايه السبب في التصريح ده امبارح؟ اول حاجه يعني انه يعني يرعب السوق الموازيه شويه، وده على فكره اللي قاله كمان الخبير الاقتصادي مدحت نافع، قال عن التاثير على نفسيه السوق الموازيه او انه هي تتراجع شويه او على الاقل ما ترتفعش اكتر من كده. ليه بدانا نسمع عن التصريحات دي امبارح؟ لانه بمنتهى البساطه بدانا نسمع عن العشرة مليار بتوع الاتحاد الاوروبي، 10 مليار دولار اللي جه عرضهم الاتحاد الاوروبي على الرئيس، وان هم هيدوا لمصر 10 مليار دولار ك يعني نقدر نقول مساعدات او منح. لسه لحد دلوقتي ما يعرفش حدش يعرف هو ايه بالظبط المقابل، ولكن مش حكايه تهجير الفلسطينيين خالص خالص، مش ده السبب، لانه ببساطه يعني زي ما قال عمرو اديب امبارح 10 مليار مش دول مش مبلغ يعني ممكن حضرتك تعمل بيه كده، واللي اتعرض عليه حضرتك قبل كده ورفضت فيه كان اكبر من كده بكتير جدا جدا. ال10 مليار بتوع المفوضيه الاوروبيه دول ما يكفوش حضرتك انك تسدد حتى ديونك لمده شهر واحد. وبعديها على طول بدأنا نشوف مديرة صندوق النقد الدولي في الموافقة عن التعاطف منها مع مصر أو مصر اللي جوارها مع غزة، وإنه هم شايفين إنه مصر عندها مشكلة كبيرة جدا جدا في جوارها في الحدود، وإنه موافقين إنهم بدل ما يدوا لمصر 3 مليار هيدوا لها 5 مليار كقرض من صندوق النقد الدولي. السببين دول هما اللي خلوا بدأنا نشوف امبارح التصريح ده، ولكن التصريح زي ما قال دكتور مدحت نافع لسه لحد دلوقتي ما فيش منه أي ركائز على أرض الواقع، وإنه حضرتك تظبط الصناعة أو إنه حضرتك يعني تنهض بالمستوى الصناعي ويكون عند حضرتك منتج تقدر تصدره وتحصل على الدولار، فده موضوع كبير جدا وطويل جدا هياخد سنوات. مش بكرة الصبح هلاقي الدولار ب25 والذهب ب1700. علشان كده حابه اقول لحضرتك ان ال1700 دول مش حتى تكلفه المنتج، ولا يجيب للسايغ او لتجار الصاغه حتى الدولار اللي هو غيره راح اشترى بيه الخام وجابه لحضرتك وصنع، فهيدي لحضرتك الذهب في اقل من تكلفته لصالح مين؟ بل بالعكس، هو شاري الدولار في الوقت ده بسعر عالي جدا جدا، لانه الدولار بقاله فتره طويله جدا بسعر مرتفع والبنك المركزي ما فيهوش، يعني هو شاري الذهب اللي موجود في الاسواق دلوقتي على سعر دولار مرتفع جدا جايبه من السوق الموازي، فلازم هيبيعه لحضرتك مرتفع جدا. مفيش حاجه اسمها انخفاض في الايام اللي جايه. علشان خاطر حضرتك تشوف السعر ده محتاج انه يتم التعويم، محتاج انه يكون فيه دولارات كتيره جدا جدا، كل اللي محتاج دولار يروح يجيبه من تجار الصاغه، ما يلجاش خالص السوق الموازي، يبدا يصنع وينزل الخام الاسواق، حضرتك ممكن ساعتها تشوف الذهب بالاسعار دي، والموضوع ده محتاج للاسف سنه واتنين وتلاته. علشان كده حابه اقول لحضرتك ذهبك لسه محتفظ بقيمته واكتر بكتير جدا جدا، بل بالعكس الدولار في السوق الموازي النهاردة ب52 جنيه بكل أسف حتى بعد التصريحات. حبيتها فأطمن حضراتكم لأنه بسمع من امبارح الذهب هيبقى ب1700 جنيه و1800 جنيه. موضوع الدولار هنتكلم فيه في حلقة منفصلة لوحده، وهيبين لحضرتك إيه اللي ممكن يحصل في الأيام اللي جاية، وعندي كام ممكن أشوف الدولار بتاعي، وعندي كام برضو ممكن أشوف الدولار في سوق الصافي. أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، قدرت أفهمكم بالظبط إيه الحكاية، وانتظر من حضراتكم لو قدرتوا تستفيدوا بمعلومة واحدة ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في أمان الله.